مساء الخير حسن، متفرجوا علينا امتى؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج شيك اكس جاجو الموسم الرابع. انا محمد محسن من فريق شيك اكس جاجو. يا رب الحلقه تعجبكم. النهارده هنتكلم عن موضوعين مهمين جدا متقسمين على حلقتين. دي الحلقه الثانيه من البرنامج بتاع النهارده. احنا اتكلمنا في الحلقه الاولانيه عن الفريلانسنج واهميه الفريلانسنج. الحلقه الثانيه اللي هي فيها دلوقتي هنتكلم فيها عن التدريب. بصوا يا جماعه، كل الناس بيجي لنا اسئله كتيره جدا من اصحابنا ومن اخواتنا الصغيرين في سن الجامعه او في الدراسه، بيسالونا ايه اهميه التدريب. التدريب مهم جدا يا جماعه، لان انت بتشتغل على نفسك كويس جدا اثناء مرحله التدريب. يعني مثلا هنفترض ان انت في كليه تجاره، سواء تجاره، محاسبه، او اداره اعمال، او اي تخصص فيه تخصصات دلوقتي جديده طلعت زي الاحصاء. يعني مش متذكر بالظبط كل الاقسام، بس انا يعني بتكلم على دفعتي، فعشان كان ساعتها في اداره اعمال ومحاسبه واحصاء. الاقسام الجديده اللي بتطلع دي بتساعدك ان انت يبقى في تنوع، لان كان زمان في حاجه ثابته كده ان انت لازم تبقى محاسب وانت في تجاره. لا خالص، انت ممكن ما تبقاش بتحب المحاسبه بس بتحب البيزنس تخش اداره اعمال. ما تخافش من الحاجات الجديده، الجديد دايما موجود وليه الناس بتاعته. فما تخش محاسبه وانت مش عايز محاسبه، ما تخشش اداره اعمال وانت مش عايز اداره اعمال. نفس الفكره على كل الكليات، لو انت مش بتحب الكليه انت مش هتقعد 4 سنين غصب عنك، عمرك ما هتنجح، ما تعملش حاجه غصب عنك. فاهميه التدريب مهم جدا. وخلي بالك من حاجه بتحصل في الجامعات كلها اسمها ملتقى التوظف. ملتقى التوظف ده مهم جدا جدا جدا، لان انت طول ما انت في سنين الجامعه، سنه ثانيه وسنه ثالثه، دول سنتين كريتيكال جدا، لان دول اللي بيخلوك تفهم سوق العمل ماشي ازاي، وايه المهارات اللي انت محتاج تضيفها لنفسك عشان تبقى كويس وتبقى تقيل في مكانك او في مجال عملك اللي انت المفروض هتتخصص فيه لما تتخرج ان شاء الله. فبالتالي خلي بالك كويس جدا من جزئيه ان انت لازم تتدرب في اكبر عدد ممكن من الشركات ومن البنوك ومن الاماكن اللي بتوفر فرص عمل اثناء ملتقيات التوظف. ملتقيات التوظف دي بتبقى سبونسرد من كل الشركات والبنوك وشركات المال والاعمال الكبيره اللي موجوده في مصر. فركز جدا في ملتقيات التوظف دي لان هي مهمه جدا. فاهميه التدريب اولا ان هو بيوفر لك سي في ان انت بتكتب فيه ان انت اتدربت، سواء 3 شهور، عدد شهور الاجازه، 6 شهور، 9 شهور، ايا كانت المده، وبيخليك عندك ترشيح او عندك ان انت مرشح، تمام، ترشيح من جهه العمل دي ان انت ممكن تشتغل فيها مستقبلا، لان هما ما دام خدوك تدريب فانت اوريدي بتبقى مؤهل ان انت تشتغل في المكان ده. فحاول ان انت اثناء فتره التدريب تتعلم المهارات كلها، تفهم الاماكن اللي انت بتشتغل فيها دي بتشتغل ازاي، نظام الشغل بتاعها ماشي ازاي، تحاول تضيف لنفسك مهارات المايكروسوفت والمايكروسوفت وورد بقى والاكسل والحاجات دي كلها، او مايكروسوفت اوفيس بشكل عام يعني، بس اللي هم الاساسيين اللي كل الاماكن بتحتاجهم في اي مكان في العالم هو الاوفيس والاكسل. فاهميه التدريب حاجتين، ان هو بيزود لك فرص ان انت تشتغل في المكان اللي انت اتدربت فيه، وبيزود لك فرص ان انت يبقى عندك خبرات ويبقى عندك فهم لسوق العمل ماشي ازاي. فدي الاسئله اللي كانت بتجينا من الفانز بتوعنا في سن الجامعه، فحبينا نعمل لهم حلقه مخصصه عن التدريب واهميه التدريب. فالتدريب مهم جدا جدا جدا، ويفضل ان انت تخش في اي تدريب ايا كان نوعه، ايا كان حجم الوظيفه، ايا كان المرتب، حتى لو مفيش مرتب، المهم ان انت تتدرب. استغل 4 سنين الجامعه دول كانهم هم يعني عنق الزجاجه. كل ما اشتغلت اكتر وكل ما فهمت اكتر وكل ما خدت كورسات اكتر وكل ما اتعلمت مهارات جديده، مش هتتعب في ان انت لما تتخرج تلاقي شغل. ودي كانت حلقه جديده من شيك اكس جاجو، ان شاء الله النهارده هتنزل على كل المنصات. تابعونا واعملوا لايك وسبسكرايب وشير في الخير عشان كل الحلقه بتاعتنا توصل لاكبر عدد ممكن من اصدقائنا وشبابنا الجميل. فنتمنى الحلقه تعجبكم. يلا نشوفكم بالف صحه وخير الحلقه الجايه ان شاء الله. Peace.